اليوم بتفاجأ أنا وصلنا قرار بالنسبة للقائمة بسموها قائمة الإرهاب اللي ارتكب جرائم إرهابية وقائمة مقدسية كبيرة، يعني طالت 100 اسم. أنا كنت من بيناتها أنا ووالدتي، وعلينا غرامة 113,000 شيكل. تفاجأنا وانصدمنا بالقرار اللي شملنا بالغرامات اللي سنوها علينا وبذريعة الانتقاء، وهم بينتقموا منا بذريعة ارتكاب جرائم إرهابية مش إرهابية وقائمة إرهاب. يعني حتى شملوا امي معي، سكروا لنا حساباتنا. انا يعني راتبي بنزل على الحساب، رأي الشغل بشتغل، انا بشتغل بالورشات بنزل على الحساب، سيارتي يعني كيف راح يحجزوها كل شيء. بس يعني احنا بنسأل، يعني انت لما تعطيني تسحب مني كل مناحي الحياه، ابسط مناحي الحياه، يعني يا حكومه، هاي الحكومه الفاشله، هاي الحكومه المتوقعه مني، يعني انت لما تحط علي 113 الف شيكل، والله لو حطيت علي ملايين الشياكل ما راح تغير مبدئي ولا راح تغير اللي جواتي. انا فلسطيني، انخلقت بهاي الارض، بهاي الارض انا عايش فيها، هاي الارض لنا. يعني طحنا سنين من حياتنا وضحينا، ما راح ياثر فينا على الاف الشراكه ولا ملايين الشراكه. احنا ثابتين وصامدين، واللي بدهم اياه يعملوه يعني، وراح ندفع واللي علينا وقديش بدهم يضايقوا علينا، وراح نضلنا صامدين ببيوتنا، لا راح نهاجر القدس ولا راح نتخلى عن القدس، احنا فيها غصب عنهم.